درنا مهرسة وإحنا جالسين ما عندناش باش نشو تا خبزة وإحنا جالسين محبوسين في الدار وحابسين ابننا بالدراع. حنايا الزنقة ديالنا، حنا اللي ساكنين هنا وما براني ماشي من الحوم. السلام عليكم، كنتم لاباس عليكم؟ بخير مزيانين الحمد لله. نايا ناس كبارين في السنين، وهذه الجنقة سلط الله علينا، ما نعرف شكون سلط علينا، وهرسونا الباب وضربونا، وراجل كبير وانا مرة كبيرة وعندي ولادي وخصات ابي لي ولادي الذكورة، لا تلصق لي في ولادي بالله وما قدرنا انا بالله. وشرع من هذه المرأة ما ساكنة في حومتنا، ما لا نعرفوها ما والو، غير كتجي تزهطم علينا باش يأذوها ولادي الرجال باش تدكلاري بيهم، ما عرفتش شي شنو خصها معاهم. انا ولادي راهم كبارين وما عمرهم بقاو شي مندب، انا العايل اللي فارش في الجوطيه باش نترزق الله، حنا ناس كبارين، مره يتخال درهم مره يتخال جوج مره ما يتخالش، وهي جات كتزاطم عليه بالله وما قدر. انا بالله وشرع من هاد الناس، ما لا نعرفهم ما لا يعرفوني. دابا خصنا نشوفوا الحل، الحل هو كل شيء. حنا دكلارينا بها ودابا باقي ما شفناش الحل، وهي زايده فيه، هي دابا هي جالسه هنايا حساسه على ولدي باش يخرج، باش عاونيتك تشبط فيه، باش ديك الساعاتك عاود تطيح الروح اولا شي حاجه. نهار الخميس راه كتطيح الروح، والسبت وجاو الناس ودخلوا بيناتنا وتصالحنا، وملي تصالحنا بدا العائل يخرج باش يفرش يتقل يترزق الله، وخا يتقلنا عي خبزه. جات فيا ديك النهار هذاك، جات بالصاك يلا يلا، جات من اللورا وضربت عليه بالصاك من الراس، وديك الساعات من النهار هذاك عاوني ما خليناش يخرج. دابا العائل محبوس هنايا والحوايج ديالهم فين هما منزلين باش لا يترزق الله بهم، وحنايا حنا جالسين، وانا ما نقدرش نحبس ولدي. انا ولدي راه كيقول لي نخرج بالله وما قدرت، تخرج كيما خرجت، انا ماشي البنت باش تجلس وحاصرني في الدار، انا خصني نخرج ندبر طرف الخبز ديالي وللكم. عندنا الماء، عندنا الضوء، عندنا الدواء، بابا مريض طانسيو، انا مريضه، عندي الشبكه العين طايحه ما كنشوفش. والله يا ولدي هذا المنكر، درنا مهرسه وحنا جالسين ما عندناش باش نشرو تا خبزه، وحنا جالسين محبوسين في الدار وحابسين ابننا بالدراع، وكيفاش هذا الحل؟ دابا خصنا حل، خصنا الحل، دابا خصنا واحد الحل باش يتفك ذا الجره، يخرج انا بني يتقدى حاجه وهما عاو يشوفوا الحل الرسم شنو كاين. وهذا باش شنو غادي نعملوا حنايا؟ شنو غادي نعملوا؟ خلوا بنا محبوس هنايا، جينا فين الباب وتتعرض الى خرجت شفتو خرج، جينا فين الباب تقول والله يا لا خرجة ولا خرجة، اللوم عادي نقتله، غادي نقتلو نقتلكم كلكم. ها في عساس انا في الباب، ما عرفناها عندها في الشفاشة، ما عرفناها عندها المضه، ما عرفناها شني عندها. الموجود الله، الموجود الله، حنا ناس كبارين ما نقدوش على هذيك المرأة، هذيك المرأة هذيك رومية، حنا الناس بلديا ما خلاتش فيا، في عمري 61 سنة انا ماشي يا ها الجارة، يا الشرفة، يا معاش كتقلي، يا المجرمة، يا الخطيرة، انا خطيرة، انا عندي دابا وانا دابا صايمة وانا نهدر، انا صايمة وانا نهدر، الا زدنا عليها ربي غادي يزيد علينا. الشهادة الطبية دابا شحال عندكم في عملية؟ انا عندي 15 وهو 15، صافي دابا عملوا المعاينة، دابا خصنا حتى نشوفوا ديك هذه نردوها غدا ان شاء الله، ننتقلوها للوكيل، وديك الساعة وقيلا خصنا غنردوها غنردوها للدائرة، غنردوها للدائرة والحق ترد للدائرة، ترد للدائرة فويا واخا تكون برا، ما نخافش منها، ما يترد من الدائرة في المثال، ما يترد من الدائرة، عاو سير يا راسي، حنا غنبقاو عايشين طايحين في هذا المشكل هذا. ما يخرجش العائلة ترزاق الله، ما نخرجش انا، ما يخرجش الراجل، هو خافوا تخرجوا دابا؟ دابا انا نخافوا، مهددين مهددين ديك النهار الوحده يا وثلاثه د الليل، هذا خرج زعما قال مشاو في حالهم، هو خرج هو جا مسكين يجري جرات موراه، جرات موراه هو دخل، هي هو يشد الباب من هنا وهي تدفع من لورا ليهن. نهار اخر، نهار ديك السبت جات هي وصاحبتها من التمين بحال الارهاب باش زعما يشبروا هذا في الزنقه، اصلا شبروه في الزنقه. وحده جات قالت الصيدله تبيع من تما بالتام بحال يديروا فيها عينه، هو تاخل قالت له اجي بحال ما تغسي على شي حاجه، من جرى شي واقف يقلا زعما شنو كاينه ولا سكنت يا خرات سيبت هذه، هذه اللي جالسه هنايا سكنت سيبت في الخيمه، سيبت عليه كانت هنايا معايا واحد بنتي جات من جبل طل في ديك طلع على بابها كان مريض، من ساعات دخلنا بيناتهم نفرقوا على هذا، كانت ناس تقتلوا، قالت غتزول له عنه بالسليخ وتربطوا في الشطبه وتشوهوا وتقرفصوا من جنابه، لا حيا في الدين.
ما علينا. ديك الساعة تفرقناهم إيوا عاوزوا قاع الصلح، بداو يرغبوا، ترغبنا بيننا وبينهم، ترغبنا لا سامحنا صافي صافي كلا مشى بحالو. عاوداتها أنا قلت له عاوداتها ساعة، قال هو صافي زعما تسامحنا، بدا يخرج الحوايج ديالو يفرش. هو قال واقف هيدايا مع الحوايج، وهي جات له من اللورا، جات في التاكسي، جات له من اللورا وشحطت معاه ديك الساكن هنايا هنا. ها الناس تما يقولوا الحقيقة. إيوا هذا ما هو. لا ماشي مع الرجال، مع النساء، مع عندنا ما نعملوا معاهم. مافيا هي في قاعة الزنقة جالسة، كل واحد ما كيجي، ما ساكنينش في الزنقة هما، أصلا ما ساكنينش. هاد النساء هادو جابوا واحد جان كي كانوا عندنا تما محابق ديالنا، وكانت عندي أنا شي سلعة تما منزلة، جاو سيبوها لي باش يجلسوا تما. وتا ديك الحيطة هذاك فيه كلام ساقط كيتقال، والناس الزنقة أنا كيخافوا منه، كلشي كيخاف منه من هنا، تا واحد ما كيزعم عليهم. الناس كتهرب من المشاكل، فإذا بهم علصقوا فيا أنا. جاوت هنا انا كنهرب منها، هي كتجي كتسيب عليا، كتهدني، كتبغي تلصق فيا، ما عرفتش علاش هاد المراه عندها معايا. جالسين تماك مسيطرين، واش ما حملونيش انا بان انا اولى بهذيك البلاصه نبيع ونشري فيها انا، وحنا اللي الناس تلحقهم هنايا. كتجي جات هنا واربعه د النساء واقفين، دابا حنايا منا الشكايه، حنا كنطالبوا غير السلطه تجي تشوف الكاميرات اللي عندنا هنا في الزنقه، يشوفوا سالينا هاد الناس هادو كيبقاو حتى 10 د الليل 11 د الليل عاد كيمشيو فحالو. ما عرفناش شنو غادي نعملوا معاهم دابا. انا جاو سيبوا لي ديالي عندي في القاع الزنقه، جات سيبات هاد المراه هادي هي والعكوزه ديالها، ما عرفتش شكون صيفطهم لي هاد الناس هادو. وحده كتجي من برشيفه ونسيبه ديالها ساكنه في ارض الدوله، ما عرفتش كيفاش جات لصقات فيا. كانوا كيجيو كيكبوا تماك شي بول والسحور، ما عرفتش شنو كيكبوا تماك الماء، وبغات تقلبها ليا انا، كتقول بان انا كنملا تما الكاميرا، هما يجيو يشوفوا شكون اللي كان كيعمل داك الشيء هذاك. وحنايا الزنقه ديالنا، حنا اللي ساكنين هنا، هما برانيين ماشي من الحوم. لا خصها تبيع وتشري، خصها تخرج من الشارع. انا بدي كنبيع ونشري كنخرج من الشارع، ما كنجلسش في بيبان عباد الله نادي الناس. دابا حاليا دابا كتصوروا تما هما جالسين تماك، وحنايا عندنا شكايه من مخزن وكيل الملك، هي شني كتبغي تلصق لي بانني انا ضربتها. انا بان كنهرب منها، كنخرج شي حاليا للشارع باش ما ناديهاش. علاش هي كتلصق؟ كتقول بانها امراه، كتقول لي والله سنطلعك من الحبس. اش بيني وبينها انا هاد المراه؟ واش انا عرفتش اني بيني وبينها؟ عمري ما دابت معها، كتجي كتبغي تقرب شني كتشير عليا. الناس كيبداو يفرقوا حاليا مؤخرا. انا واقف جاتني من اللوري ضربتني بالساكن الراس، درت جبرتها هي، قالت لي العكوزه ديالي. واش انا مجوج بها باش كتقول لي العكوزه ديالي؟ انا مريض في صحتي في عقلي مع قليل الصحه 36 سنه، كتجي كتبغي تسيطر. انا ولا كان غير الراجل انا مل مع الواجب، نتقاتل مع اي حاجه. ولكن دابا حاليا جات هرسه سباب بالحجره، هي تما هيك على برا الحجر صورهم وقلبت محابق، لا نشوف يسد الضوء رساتهم هرسه الجلج. والكاميرا عند السيد هنا، ولكن ما يبغيش يديك فيديو، خص المخزن يجي يدخل يشوف داك الشيء هذا. نهار الخميس منها لا عملتها الوالد والوالده، اما انا ما ديكلاريس ما والو، لان هي مراه، ما عندي ما نعمل معها. هي كتقول لي نسى الراجل انا مراه، ولكن المشكل دابا الوالدين هرست لهم الباب والدرج، ما يمكنناش نسكتوا. اما انا ما عندي معاه والو، هاد السيده هادي هما جاو تسيطروا تماياك، كيبغيو يغلبوا على عباد الله. ما عرفتش شني هذا هو اللي كاين. والتهريسه هو مهرس، دابا الجاج مهرسه، الدرجه مهرسه. كنطالب لي نصفوا القانون هاد الشيء هذا، هاد الناس هادو يشوفوا شني يعملوا لنا الحل معاهم. كيجيو من الزنقه مسيطرين، هما جالسين تماك في الشلي، واحد السيد كيخلي لهم كراسه. دابا هي حيدت الحوايج اللي كانوا تماك الناس باش تفرش، هي كتسيطر على عباد الله هاد. وهاد المراه هادي ماشي قديمه، لا هي ولا العكوزه ديالها ماشي قدام. كيتعرضوا تماك في الزنقه ما عرفناش علاش، غالقين الطريق علينا على عباد الله. تقول اولا كيطرقوا ولادهم هنا يلعبوا، لا اديسي لا اي شي بنا ولا بنته، راه تشوف النهار كحال، لا اديسي لهم بنهم كيجي بنا جلس هنايا ولا يجلسوا راه فين. مؤخرا ما كانتش كتخليني ندخل صند، كتجري مورايا فوت الزناقي وانا كنهرب منها بالله وشرى. كنقول لها بالله وشرى انا منك، راه نسينا مراه، هاد المراه هادي عند الراجل ديالها، الراجل ديالها ما كيجيش مره. عرفناش هاد السيده هادي شني هو اللي كطالب منا حنايا، لا شني خصها مني ومن الاسره ديالي.